مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. إن لله وإنا إليه راجعون. أشرف تتواجدوا على جد مقهوبة من المنزل ديال الأستاذ الذي يعتبر من جهادة القانون، أستاذ بوعشرين. أستاذ بوعشرين بغى الله سبحانه وتعالى تشوفوا المنية معايا، أستاذ اللي هو من المقربين أستاذ بوعشرين، وكذلك كاتم الأسرار إنسان اللي عاش مع الأستاذ بوعشرين، عاش معاه سنين طوال. الحمد لله الحمد لله معايا وتبريك الدموع. لا إله إلا الله محمد رسول الله، بسم الله وإنا إليه راجعون. افتقدنا وافتقد جميع المغاربة الأستاذ السيد نقيب العرب الكبير نقيب بوعشرين، عزاؤنا واحد وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله لله ما أعطى ولله ما أخذ. الحمد لله الحمد لله. تتمدى على يدي مجموعة من الأساتذة في خضم الموضوع. غادي نشوف شاب أستاذ محامي من تمكين. مشاهدينا الكرام معايا سيدي فاضل جزائري واحد، أنا في المباشر أستاذ محامي تبارك الله موسوعة في القانون، حضرت لي في مجموعة من المرافعات، له مستقبل ظاهر إن شاء الله، تا هو غادي يكون من الخلفاء ديال الأستاذ بوعشرين. كيفاش تلقى هذا الشيء مشاهدينا الكرام، تبعتوا معنا أستاذ محامي شاب تتمدى على يد الأستاذ بوعشرين، أستاذ بوعشرين مدرسة، سواء محاماة أو قضاء يشهدون الكفاءة ديالو المتمرس، لهم الإمكانيات الفكرية والقانونية بطبيعة الحال اللي فات بها أجيال. مشاهدينا الكرام، نحن على جد مقربة من المنزل، بعض اللحظات غادي يكون الدف ديالو. إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا الكرام، سوف نوافيكم بنبدأ الأستاذ بوعشرين في موضوعه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.